يقول: هل يوجد ضابط في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال موته؟ نعم، هل يوجد ضابط في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من الأدعية؟ توسل باتباعه ومحبته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عمل صالح، اتباعه هذا عمل صالح، ومحبته هذا عمل صالح تتوسل به. أما ذات الرسول، ذات الرسول فلا يجوز التوسل بها، نعم، ولا بجاهه، نعم.